التوبيك ده هو اسمه Electric Resistance. هنبتدي بحاجة اسمها Ohm's Experiment. التيبل ده هسجل جواه ال V هتساوي كام وال I هتساوي كام. فلما حسبنا السلوب يعني دلتا V over دلتا I، هات بقى دلتا V مع دلتا I عند أي نقطتين يا جماعة. عشان كده حطيت لك عندي في البوكلت كل الطرق، هذه طريقة للحسابات واحسب منها بالطريقة اللي تريحني وقت ما اجي احل المسألة. الفولتج هو بابا الشغلان، ولازم بوتنشال ديفرنس عشان يعدي الكارنت اللي هو الاي، يقول لنا كده امبير. فالتوضيح بتاع الرسمة دي ان انت الفولت بيحاول يخلي الكارنت يعدي، يبقى دي هاي بوتنشال ودي لو بوتنشال. عدد العربيات اللي بتعدي في الشارع ده هيقل، العربيات دايما عايزه شارع متسف، عايزه طريق سالك وسلس. فهنا الريستات مش باخد الفاليو بتاعتها كلها، ما باخدش المطبات دي كلها في حسابي. اقولها بسرعه، دي ار 1 دي ار 2 اقل دي اقل دي، وكان دي اكتب ال 2 تايمز ال اي 2. ده ايه الجمال ده؟ اعطيني برسنتج وثبتين اهم شبه بعض، واحده ديكريز واحده انكريز وواحده 66 برضه انكريز وديكريز. هتلاقيني عامل لك سامري كده حلو مجمع فيه القوانين كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.